السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي. عندي قواعد رادوا من عندي مرشحات إنجليزي على مود الدور الثاني، فكتبت لهم القواعد يعني مال نص السنة، لأن هم اعتمدوا على درجة نص السنة، يعني مو الكتاب كله، اليونتات الأولى. فهذه القواعد، اختر ما بين الأقواس. هنا عندي نمبر 1 what where، اختيار what where. يلا عيني، هنا عندنا what where is your name. ما دام عندي name يعني يقول لك اسمك، شو نقول؟ what is your name. ما نختار where، نخلي what. what is your name، اذا نختار له what، اختيار الأول what. زين، 2 on و at Monday. هنا عندنا الماندي أيام الأسبوع، نختار لها on، لأن الات فقط للساعات، من عندي هنا ساعات نختار لها at. عيوني؟ زين. 3 we ولو هي ار مراد اند علي، ما دام عندي ار اذا نختار وي، وي ار لان جمع، لو كان عندي از كان اختاريت هي. اي هاف لو هاز بريكفاست، ما دام عندي اي هذا المضارع البسيط بريزنت سمبل، نختار لها هاف، الاي والذي والوي واليو يختارون هاف، والهي والشي والات يختار هاز. مستر هادي كلينز لو كلين باعوا، هنا عندنا مستر هادي يعني جمع، فنختار لها كلينز، اذا يعني كلمه بها اس الجمع، لان هنا عندي مستر هادي، سوري مستر هادي مفرد مو جمع، مستر هادي مفرد، نختار لها اس فعل زائد اس بريزنت سمبل المضارع البسيط، الهي والشي والات ياخذن اس، والآي والذي والوي واليو يأخذن فعل مجرد. إذا عندي مستر هادي هي، نختار لها فعل زائد أس. ديما isn't لو aren't، ما دام عندي ديما يعني بالمفرد، نختار لها isn't، هنا عندي بالنفي نيجاتيف. is from Egypt، yes he is، ما دام عندي is نختار لها هي لو وي هي، لأن عندي is هي، لو كان وي وذي يعني لو كان are اختارت وي. What are you going on a Friday؟ نقول to watch، يعني نقول لك إلى أين ستذهب يوم الجمعة، نختار to watch. I go shopping my friends at لو with، نختار لها with، ليش؟ لأن نقول مع، يعني نقول أنا أذهب مع أصدقائي، أنا أذهب للسوق مع أصدقائي. عيوني؟ زين، are they tie no they aren't، لازم ما دام عندي no نختار لها aren't، لو كان هنا yes كان اختاريت are. هاي العشرة الأولى، أنا كتبت تقريبا 16، إيه 16. يلا عيوني، ال 11 she sometimes، sometimes present simple المضارع، كل هاي المضارع البسيط، إذا ما دام عندي she نختار لها فعل زائد s. Where pandas from، نقول ما دام عندي where نختار لها are لان جمع، where جمع. زين، are they iraqi no they aren't، ما دام عندي they no نختار لها aren't. مستر هادي go لو goes، هنا عندي مستر هادي مفرد، نختار لها فعل زائد s. Does she go shopping Sunday، ما دام عندي Sunday نختار on، الأيام الأسبوع الon، الات المن للساعات. عيني، أنا do you football، do ياخذ فعل مجرد خالي من أي إضافة، نختار لها go، sorry sorry هنا عبالي goes، هنا do you play، play football، هاي خطأ ماما، هنا الاختيار الصحيح بلاي، يقول لك do you play، ما دام عندي فوتبول نختار لها بلاي، يعني لو كان سينما اختاريت جو، فهذه عندي الجواب الصحيح بلاي.
هاي عيني القواعد يعني كتبت جزء، وإن شاء الله بعدهم راح أكتب لكم، وإن شاء الله التوفيق.